السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذنا الأولى متوسط، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي تلاميذي تنكمل معكم بكتابكم كتاب الدروس، كتاب اللغة الفرنسية صفحة 24 و25. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أعزائي تلاميذ، ما تنسوش تدعموني بإعجابكم، واللي أول مرة يدخل للقناة ما ينساش يضغط على زر الاشتراك اللي راه موجود جوست أسفل الفيديو، ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وتوجه أعزائي التلاميذ هذا فضلا وليس أمرا. هاي نبدأ على بركة الله. قلنا صفحة 24، واش تقول هاد الصفحة؟ لاكور دو فيرب افيك لو سوجي. دوك نشوفو شنو هي لاكور دو فيرب. جوبسيرف لو تيكست، انا الاحظ النص. لي كاري دونتير، معناها تسوس الاسنان. لو بروبليم دو سونتي لو بلو فريكون شي لي جون اي لا كاري دونتير. لو دوكتور شوارتز explique qu'au contact des restes de nourriture coincés entre les dents, les bactéries déclenchent la carie. C'est pour cela qu'il est conseillé de se brosser les dents après chaque repas. Ouchmanata, alors que le problème de santé le plus fréquent chez les jeunes est la carie dentaire. Le مشكل الصحي المتداول بزاف عند لي جون هي تسوس الاسنان. يعني ماشي غير عند لي جون، عندنا كاع حنا نعانيو من تسوس الاسنان. لو بلو فريكون معناها الاكثر تكررا. يعني لو دكتور شفارتز، جو هذا دكتور الماني من اسمه، اكسبليك او كونتاكت دي راس دو نوريتور كوينسي اونتر لي دون لي باكتيري ديكلونش لا كاري. تبعو مليح، قالك راه يشرح لك بلي حنا كي ناكلو كي نكملو الاكل يبقاو لنا بقايا تاع داك الاكل، يعني بين الاسنان يبقاو لنا بين الاسنان. من هذوك البقايا يعني تنتج دي باكتيري، تنتج بكتيريا او جراثيم. يعني هذوك الجراثيم يساعدوا او تسبب في تسوس الاسنان. سي بور سولا، لهذا السبب كي لي كونسيي دو سو بروسي لي دون ابري شاك ريبا. يعني لهذا السبب يعني يلزم علينا نغسلوا الاسنان يعني بعد كل وجبه. نروح اعزائي التلاميذ لجوناليز لو تيكست، انا احلل النص. واش قال لك في السؤال الاول؟ كيس كي بروفوك اون كاري دونتير، وشنو هي الحاجه اللي تسبب تسوس الاسنان؟ واش قال لك لو دكتور شفارت؟ لو دكتور شفارت اكسبليك كو كونتاكت دي ريست دو نوريتور كوانسي انتر لي دون لي باكتيري ديكلونش لا كاري. هذا هو الجواب. هاوي الدكتور هذا شفارت راهو يشرح كو هذاك لي كونتاكت دي ريست دو نوريتور كوانسي انتر لي دون. دونك حنا كي ناكلو قلت كيما قلت لكم يبقاو لنا البقايا، ديك البقايا تنتج بكتيريا، وهذيك البكتيريا تسبب في تسوس الاسنان. يعني حاجه سهله. السؤال الثاني قال لك ا كيل طون سون كونجوغي لي فيرب سوليني دون لو تيكست. يعني واش من الوقت راهم صارفين الافعال اللي راهم سطرين عليهم في النص. اتون شوفوا بيان، عندنا دو فيرب، عندنا لو فيرب اكسبليكي ولو فيرب ديكلونشي. لو فيرب اكسبليكي اكسبليك بار او لو دكتور شفارتز اكسبليك لي باكتيري ديكلونش او ان تي. يعني هادو لي تيرمينيزون تاعمن تاع لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني المضارع البسيط هادو تعرفوهم، تشوفو يخلص ب او او ان تي او اس او ان اس او زد. هادو لو بريزون دو لانديكاتيف، المضارع البسيط. دونك لي فيرب سون كونجوغي او بريزون، لي فيرب سوليني عفوا راهم صارفين او بريزون دو لانديكاتيف، معناها راهم صارفين في المضارع البسيط. واش قالك في السؤال الاخير؟ ont-ils tous la même terminaison؟ dis pourquoi. قال لك ولا عندهم هاد الفعلين عندهم نفس terminaison. واش نشوفو؟ explique يخلص par e ou déclenche ent. مالا نو، ils n'ont pas la même terminaison، tous la même terminaison عفوا، ما عندهمش نفس terminaison. قال لك pourquoi وعلاش. دونك حنا كيما نشوفو بلي explique، هذا الفيرب اكسبليكي راهو مصرف مع لو دكتور شفارتز، هذا هو طبيب واحد. دونك إيل تما واحد. حنا كي نصرفو الفيرب اكسبليكي جيكسبليك عفوا، تو اكسبليك او اس، إيل و إل اكسبليك او. لو فيرب ديكلونشي راهو مع لي باكتيري
pluriel, يعني جمع. Donc déclenche, je déclenche, tu déclenches, etc. Vous déclenchez, il avec S ou elle avec S, déclenche, ET. Donc maintenant, dans la terminaison, parce que maintenant, c'est le même sujet. Maintenant, je sais le fa'al. Maintenant, on sait que le fa'al, il y a toujours le fa'al. Donc, ils ont des sujets différents. Parce que ils ont des sujets différents. Ils ont un fa'al, يعني مختلف. Un sujet au singulier qui est un fa'al fil mufrad li huwa docteur Schwartz et un autre pluriel ou qui est le fa'al afwan fa'al dakhl fil jam' li huwa les bactéries al-jaratim. Donc qui connu عندهم le نفس le sujet عندهم نفس الترمينيزون mais qui mais connuش عندهم le même sujet mais عندهمش نفس الترمينيزون. C'est pour ça qu'elle est l'accord afwan l'accord du verbe avec le sujet. قالت معناها كما نقولوا صله الفعل مع الفاعل يعني عندها صله قويه سي كل فعل توجور يتبع الفاعل. ننتقل اعزائي التلاميذ للقاعده. قالك je retiens le verbe s'accorde toujours avec son sujet selon la personne et le nombre. نبداو اول حاجه يعني le verbe ديروها توجور في بالكم le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. معناها toujours الفعل يتبع الفاعل. إذا كان الفعل مفرد يكون الفعل نصرف الفعل في المفرد. إذا كان الفاعل عفوا جمع نصرف la même chose الفعل في الجمع. Donc toujours يكون يتبع الفاعل. Il peut avoir plusieurs sujets. Donc نبدأ هذه القاعدة يعني فيها عدة حالات. نبدأ الحالة الأولى قالك il peut avoir plusieurs sujets. معناتها يقدر يكون عنده هذاك الفعل يكون قبله بزاف يعني مش غير فاعل واحد بزاف تاع الفاعل. Dans ce cas il se met au pluriel. يعني في هذه الحالة يلزم صرفوا الفعل في الجمع زعما نقولوا نحن الأصدقاء زعما أخي وأصدقاء أنا دوك نشوفوهم يعني. Exemple حورية الزهرة étudie la médecine. هنا واش راح نشوفوا حورية وزهرة ما عندناش فاعل واحد عندنا زوج تاع فاعل عندنا حوريه وزهره. دونك انا كيفاش حنصرفوا الفاعل حنصرفوا في المفرد نو كاين زوج دونك كاين يعني من زوج وطلع حتى كاع جمع دونك هنا كاين جمع كي نصرفوا لو فيرب اتوديي مع ال افيك اس زوج بنات ال افيك اس دونك حوريه وزهره اتودي لا ميدسين حوريه وزهره راهي تقرا في الطب. هذه الحالة الأولى بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الدوزيام قالك un sujet peut commander plusieurs verbes. Dans ce cas, chaque verbe s'accorde avec ce même sujet. قالك فعل واحد يقدر يعني يطلب بزاف أفعال يعني. Dans ce cas, في هذه الحالة, chaque verbe يعني يعني كل فعل s'accorde راهو عنده صلة مع نفس الفاعل يعني الفاعل ما يتبدلش عندنا فاعل واحد بس عندنا بزاف افعال. دونك نشوفو le médecin accueille son patient l'ausculte puis le prescrit un traitement. شوفو مليح le médecin شكون هو الفاعل le médecin هو الطبيب هو اللي يستقبل son patient معناتها يستقبل le patient تاعو هو المريض. دونك لو ميتان هو الفاعل اكوي يرحب نقولو ماشي يستقبل يعني يرحب سون باسيون بالمريض تاعو هذا فعل الاول. شوفو مليح لوسكولت دوكا لوسكولت معناها يفحص شكون راهو يفحص الطبيب يعني نفس الفاعل عنده دوباك دو فيرب الطبيب هو اللي راهو يفحص المريض puis le prescrit un traitement presque معناتها يوصف له علاج. دونك اللي من راهو يوصف للمريض شكون بصح هو الفاعل كي احنا باش نتحصل على الفاعل نطرح سؤال باغ كي يعني من شكون اللي رحب هو لو ميدسان شكون اللي فحص هو لو ميدسان شكون اللي وصف هو لو ميدسان. دونك عنده فاعل واحد يعني عفوا افعال بزاف يقدروا ينتموا الفاعل واحد هذا هو. الحالة اللي بعدها قال لك ان سوجي بلس موا تيغال نو معناتها ان سوجي فاعل واحد بلس موا انا موا باغ اكزومبل نقول مون امي اي موا صديقي وانا انا وصديقي ولا موا اي مون امي باش تجي احسن انا وصديقي
كاين موا، يعني دوك احنا هذا جمع باسكو رانا زوج، بصح حنا يعني ما نعرفوش واش من الفعل هذاك نصرفوه واش مع واش من الضمير. توجور تشوفوا فاعل مع موا انا، توجور نو نصرفوا هذاك الفعل مع ضمير نو. باغ اكزومبل مون فرير اي موا، اخي وانا، ايمون نحب لي ريفو سيانتيفيك، انا واخي نحب، نو نحن نحب. ايمون نصرفوا الفعل فيرب ايمي نصرفوه مع نو او ان اس مع نو لي ريفو سيانتيفيك. لي ريفو هما المجلات العلميه، دونك توجور نصرفوه مع نو. الحاله الاخيره ان سوجي بلس توا، سوجي معناها فاعل، اي فاعل مع توا انت، توجور فو موا مع فاعل انا نحن، وتوا مع فاعل فو. باغ اكزومبل توا اي تون فرير، انت واخوك نصرفوه مع فو، زعما نقولوا انت واخوك اشتي كيكو شو سي با، يعني انت واخوك اشتريتو نتوما فو، نصرفوا هذاك الفعل مع فو. دونك عندو في البريزون عندو لا تيرمينيزون او زد. Donc exemple, ton ami et toi consultez EZ. Ça va venir à vous. Donc on a qui nous remplacer ou habda mais on vous consultez. Entom, un site web consacré à la santé et à l'hygiène. Donc ay fa'il zidou le toi, ça va venir à vous. هذوما الحالات يعني لي تاع هنا كان هادو اون جينيرال على لو سوجي. لو سوجي من بعد الفعل تاعو تصريف الفعل تاعو كيفاش يكون. نروحو دوك اعزائي التلاميذ للصفحه 25. في هذيك الصفحه احنا تدربوا ان شاء الله وتشوفوا روحكم توجو ولا فهمتوا ولا لا. واش تقول صفحه 25؟ جو مونترين، انا اتدرب. تروف لي تيرمينيزون كي مانك. هنا دوكا هنا راكم تشوفوا قلت لكم لا فهمتوا ولا لا. دونك هنا عندكم لو سوجي، وانتم راكم رايحين تصرفوا هذاك الفعل على حسب السوجي، ولا كان سوجي جمع صرفوه الجمع، مفرد لما نشوز انتو ما لازم تكونوا انتليجنت. دونك نبداو لي سكو، عندنا لاف لور تونو شاك فون دو سيمين. لي سكو هما الكشافه، يعني يغسلوا البسه تاعهم، يعني فان دو سيمين شاك فون، في كل كما نقولوا نهايه اسبوع، يعني في كل نهايه تاع اسبوع يغسلوا لي تونو تاعهم. دونك لي سكو ما جمع بمنعوضهم بإل أفيك إس لاف أنتي. أعزائي التلاميذ نعطيكم بكم ملاحظة، راح تلقاو قاع الفيديو اللي متعلقين بلا كونجوكيزون أون جينيرال في قاع عفوا في قاع الأوقات تلقاوهم قاع في صندوق الوصف. وحابين تلقاو أي ديفي باسكو على بالي قاع بروبلام سي كل ما كومش يوصلوكم، يعني واش راني ننزل ما تعرفوش نتوما وين واش راني ننزل، يعني الفيديو راني ننزل فيه la conjugaison orthographe ainsi de suite. Donc nous allons voir les vidéos font tout le sens le cas. Parle que fait du matinier après chaque repas, bad que le repas, nous brosse les dents. Nous c'est là. Donc on s'arrête pour le verbe mais nous ons le terminaison de nous le présent c'est ons. Nous brossons les dents. يعني احنا نغسل الأسنان. Brossons ons. Yanis prépare ses affaires de bain. Yanis a le hâte d'avoir l'istihmam ta'o. Donc Yanis, Yanis wahad. Mais là, il est un enfant. Donc on a le hâte il. Le terminaison ta'if, le présent, il y a e. Prépare e. Ses affaires du bain. Dire le hâte de tariqa. Tu. On a le hâte toujours que tu fais dans ma erreur de les bainin. Tu as le hâte de ta'o hâte. Tu restes es. À la maison. Car tu dois prendre ta douche. Ils ont pas fait le mazel, mais elle est qu'ils ont pas. Tous les jeudis, yani f kul khamis, tes camarades, zomalaak et toi, ou anta wach qulna kitkoun toi ou fa'al, ou fa'al. Tous les vous, donc nettoyer EZ, anta w zomalaak tnqou tnadifou la classe. Taqoumou bi tnadif el qism. Nettoyer EZ. Donc lave ENT, brossons ONS, prépare E, reste ES, nettoyer EZ.
نروحو دركا للسؤال او التمرين الثاني واش قال لك Choisis le sujet qui convient pour chaque phrase. نبدو لك دي سوجي يعني فاعل في كل جمله انت يمدو لك الفعل تاعو دونك تشوف تيرمينيزون تاع لو فيرب حتى راك تعرف نسي زوم لكم هكا باش تشوفوا بيان le cuisinier Les pâtissiers lavent des fruits. Le cuisinier واحد طبخ واحد. Les pâtissiers بزاف S les. وهنا عندنا E. هنا مفرد. دونك نسحقوا واحد. Le cuisinier lave des fruits. الطباخ راهو يغسل في الفواكه. فاتحة et toi. مراد et moi. فاتحة وأنت. ودنا شو الدوزيام. مراد وأنا. Collectionner des timbres du monde entier. كوليكسيوني معناها نجمعو دي تامبغ طوابع من جميع انحاء العالم دونك كوليكسيوني او زد فو هنا ما عندناش فو بصح عندنا عرفتو ترومبلاسي فو واللي هي قلت لكم تلقاو توا مع فاعل وراهي توا ليك مع الفاعل فاتحه دونك فاتحه اي توا انتم انت وفاتحه راكم تجمعوا في لي تامبغ في الطوابع من جميع انحاء العالم ليلاف Les élèves تلاميذ réalisent le projet sur l'hygiène. Réalisent معناها ينشئون le projet مشروع حول l'hygiène. Donc réalisent ENT, ENT toujours jamais. Donc les élèves, il avec S. Mes grands-parents, ma mère, mes grands-parents معناها جدي وجدتي, ma mère يا أمي, m'achètent souvent des livres. تشتري لي غالبا كتب. Donc achète E. نعنا جمعنا عندنا مفرد E. Toujours مفرد. Ma mère m'achète souvent des livres. أمي تشتري لي كتاب. Mon frère et moi. أنا وأخي. Mon frère et toi. أخي وأنت. Cherchons la définition du mot microbe. Donc هنا عندك mon frère أنا وأخي ولا أخي وأنت. Cherchons ONS qui connaît dans ONS معناها terminaison تاع le pronom nous avec le pronom nous. حنا بصح كيما حنا ما عندناش nous هنايا بصح عندنا حاجة ترومبلاسي nous. قلت لكم تلقاو moi مع le sujet. Mon frère هو le sujet moi. دونك هنا عندنا جمع. هذا يولي كاع فاعل. اللي هو نحن أنا وأخي. Cherchons نبحث la définition تعريف كلمة ميكروب اللي هي تورثون. نروحوا دوك أعزائي تلاميذ للسؤال أو التمرين الثالث. Recopie chaque phrase en mettant le sujet au pluriel. قال لك نقول كل جملة بوضع الفاعل في الجمع. نمدلو الفاعل في المفرد تتوضع في الجمع. الجمع عفوا. قال لك في الجملة الأولى le service d'hygiène contrôle les cuisines de ce grand restaurant. Le service معناتها خدمة النظافة راهي كونترول راهي كونترول لي كويزين كيما نقولو تراقب لي كويزين المطابخ دو سكون ريستورون تاع هاد المطعم الكبير دونك لو سيرفيس دي جيان كيفاش تولي لو تولي لي عندنا ان نديرو اس دي جيان هنا معنا من غيرو لي سيرفيس دي جيان لي سيرفيس دي جيان خدمات النظافة ماشي خدمة وحدة جاشيت اون لوسيون antibactérienne واش معناتها انا اشتري جو حنا كي نقولوا باش نحوسوا نجيبوا الجمع تاع انا اوتوماتيكمون سي نو باسكو ما نقولوش فو انا وفو نو انت انا نحن نو زاشيتون اون لوسيون antibactérienne معناتها نشلو محلول لوسيون محلول مضاد للبكتيريا برافو tu nettoies bien le plan de travail de la cuisine برافو كيما نقولو tu nettoies نظفت مليح le plan de travail تاع la cuisine حنا نقولو حنا عندنا نقولو بوطاجي بريسك يعني وين خدمت برافو tu حنا je تولي ne tu تولي vous في voyelle vous nettoyez bien le plan de travail de la cuisine هنا كملت ما خدتش بلاصه دونك نتوما كملو كاع لا فراز Donc, les services d'hygiène contrôlent les cuisines de ce grand restaurant. Nous achetons une lotion antibactérienne. Bravo, vous nettoyez bien le plan du travail de la cuisine. نروح دوك أعزائي تلاميذ للتمرين الأخير. وش قالك؟
واش قال لك في هذا التمرين؟ اكري سور طون كاي، اكتب في كراسك ديساي كراس محاوله لو تيكس ديكتي بار طون بروفيسور. دونك تكون في القسم البروفيسور تاعكم راهو يقرا لكم واحد الاملاء. كومبار لو، قارنو افيك سولوي دو طون كاماراد، مع الاملاء تاع زميلك. بوي اونسومبل، بعد ذلك مع بعضكم، كوريجي فو فوز ايغور عفوا دو مانيير ا اوبتينير ان تيكست سون فوت que vous recopierez au propre. Allez, donc, nous allons voir avec vos amis et voir les erreurs que vous avez fait. Donc, vous allez faire un peu de temps sans les erreurs et vous allez faire un peu de temps. وكنتوما عاد تخلوها يعني عمل في القسم، هو يقراه لكم وانتوما هو يملي لكم وانتوما كتبوا سيو، ما ديروش ديفوت. ان شاء الله تكونوا اعزائي التلاميذ تبعتوا معايا وفهمتوا معايا خطوه بخطوه. نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد. مع السلامه.